السلام عليكم. أنا طبعا كعربي وكتونسي وكمواطن في العالم نشعر بالأخطار، ولكن اللي نشعر بها أكثر بطريقة علمية هو التقرير اللي خرج أخيرا بتاع مؤسسة كارتر للدراسات السياسات العالمية واستشراف المستقبل. إيش يقول؟ يقول أن العالم مهدد بثلاثة بؤر خوف. لولا في أوروبا أوكرانيا اللي أحسن لو كان قاعدة محايدة، راهو العالم لاباس، مش يجدوها هاي عضوة في الحلف الأطلسي، هاي عضوة في الاتحاد الأوروبي، والصواريخ تولي متجهة إلى روسيا وهو خطر كبير، وروسيا عندها أكبر ترسانة نووية، هي القوة النووية الأولى في العالم قبل الولايات المتحدة من حيث الرؤوس الصواريخ ذات الرؤوس النووية. هذا الخطر الأول اللي هدد العالم في قلب أوروبا. الثاني يقول في الشرق الأوسط والعالم العربي. الشرق الأوسط تجري فيه حرب إبادة خارج العقل وخارج القانون وخارج الأخلاق، حرب إبادة، والناس كأنهم قاعدين يتفرجوا، العالم يتفرج رغم اللي هو تهديد لهم، والخطر قادم للناس الكل، لأن اليمين المتطرف متاع المحتل أكبر خطر. وهو يستثني، شوف حتى في العالم العربي يستثني شمال أفريقيا، يقول كان مر مرحلة هادئة ومرحلة سلام، أما توا مهدد حتى بحروب أهلية في ليبيا، في السودان، في العراق، في سوريا، وإحنا في تونس كما تعرفوا أشياء غريبة قاعدة تقع، أشياء غريبة، لأن اللي عنا المستبد اللي عنا من مرحلة الفوضى والجنون تحول إلى مرحلة الكوارث وفقدان العقل، ولا بالله بين قوسين العياشي الزمالك راقد في فرشه مجرد أنه ترشح للرئاسة كأي مواطن حر، جيو يهزوه الواد مليس في سيارة سيلولار هذيك بتاع الحبس، وبعد يرجعوه الجندوبة ويعملوا له قضية ويقولوا له برا شد دارك ولا استنى ولا في الحبس اقعد في الحبس حتى نكلموك، ولا تمور ما عادش يقبلها العقل ولا المنطق ولا الأخلاق. تونس عمرها ما صار فيها هذا بالكل، تو باش نشوفوا نتائج انتخابات الجزائر كيفاش باش تكون، والمضاعفات وردود الافعال الشعبيه كما في تونس. في تونس هو ماشي بقوسين ماشي يفوز نهار 6 اكتوبر، لكن نهار 7 اكتوبر يصبح ما عنده شيء، لا شكون يعطيه قروض، لا شكون يجيب له مواد المعيشيه، لا دول تعترف به، بل بالعكس باش يصنفونا مع الدول المهزله التاريخية من نوع عيد يمين دادا ومن نوع جون بيديل بوكاسا، والعياذ بالله يا رجل. الخطر يقول الثالث ومازال ما وقعش، نظرا لرصانة الصين وتشبثها بقيمها اللي هي من آلاف السنوات ميلينار، معناها الصين ما تحركتش، أما نهارة اللي يبربشوها في حكاية تايوان تولي حرب عالمية مضمونة، والعياذ بالله حرب عالمية تأتي على الأخضر واليابس وربما تنهي الإنسانية. أنا نقول هذا للتوانسة باش يفيقوا على الأقل في اللي يجري في بلادهم ويتحركوا، وقواتنا اللي نسميوها احنا صلبة هذا واجبها، هي غايتها وعقيدتها خدمة الوطن وخدمة الشعب وحمايته، مش حماية شخص من الوطن، يستحيل. تو لا يتكلم على حروب تحرير وما حروب تحرير، يا ولدي تحرير ايش من ايش؟ حروب التحرير الحقيقية فاتتك، اللي من قرون ولا من عشرات السنوات فاتتك، ما عندك شيء تو الا كونك ترجع للواقع، ترجع للديمقراطية وترجع لمؤسسات دستورية. ما كانش الفوضى، الفوضى السودان هلو فيها مجاعة زادة، هذا داخل فيه
الشرق الأوسط، واللي اختار كما قلت لكم الأخير هو أن الصين ما زالت رايضة نظرا للفلسفة بتاعها الكونفوشية القديمة اللي تقول لك تأمل ويتنسي انتظر، ولا لو كان تتحرك هي تولي العالم الكل يدخل في فوضى في جميع مناطق، وما تقعد حتى واحد من هالثمانية مليارات عباد في مأمن. والسلام عليكم.